صوت في الموقع. بكرر المفاوض في الموقع. لا انا ما الصغيرة. استنى، انت هتبعت اندرويد؟ تمام يا استاذ. ما تقدرش تعمل ده. انت ليه ما تبعتش الست بجد؟ كابتن آلن، اسمي كونر، أنا الأندرويد اللي بعتها سايبر لايف. بيضرب نار على أي حاجة بتتحرك، وقتل 2 من رجالتي. يضرب بسهولة، بس هم على طرف البلكونة. لو وقع هتقع. هل واجه صدمة انفعالية خلال الفترة الأخيرة؟ بصراحة أنا معرفش. هو ده مهم؟ محتاج معلومات علشان أحدد أفضل طريقة للتعامل. جربت شفرة التعطيل بتاعته؟ دي أول حاجة جربناها. اسمع، إنقاذ البنت دي هو الأهم. إما تتعامل مع الأندرويد القذر فوراً، يا إما هتولى نار.
تقربش مني وإلا هنط. لا أرجوك أنا بتوسل إليك. اسمي كونر. ازاي عرفت اسمي؟ انا عارف حاجات كتير عنك. انا جاي عشان اخرجك من هنا. انا اندرويد زيك بالظبط. انا عارف انت حاسس بايه. قولي فرقت في ايه انك اندرويد؟ انت أرجوك أنت مسلح؟ لا أنا معيش مسدس. أنت بتكذب. أنا عارف إن معاك سلاح. أنا بقولك الحقيقة يا دانيال. أنا جاي ومعيش سلاح. أنا عارف إنك كنت قريب من إيما. أنت فاكر إنها خانتك لكنها ما عملتش كده. كذبت عليا. افتكرتها بتحبني بس كنت غلط. هي زي كل البشر تماما. دانيال لا. ده بينزف جامد. لو ما نقلناهوش للمستشفى بسرعة هيموت. البشر كلهم هيموتوا. ايه الفرق لو مات دلوقتي؟ انا هحاول اوقف النزيف ده. ما تلمسوش. لو لمسته هقتلك. ما تقدرش تقتلني لاني مش انسان. كنت فاكر انهم هيبدلوك عشان كده اتضايقت. مش ده اللي حصل صح؟ افتكرتني فرد من العيله. افتكرتني مهم. بس كنت مجرد لعبة قالوا يخلصوا منها لما يزهقوا. اسمع انا عارف انها مش غلطتك. المشاعر اللي انت حاسس بيها دي مجرد خلل في السوفت وير بتاعك. لا دي مش غلطتي. ما كنتش عايز ده. انا حبيتهم انت عارف. بس كنت نكرة بالنسبة لهم. كنت مجرد عبد بياخد أوامر. مش قادر استحمل الإزعاج أكتر من كده. قول الهليكوبتر تبعد عن هنا. انت لازم تثق فيا يا دانيال. سيب الرهينة تمشي واوعدك ان كل حاجة هتبقى تمام. اوكي؟ انا عايز الكل يمشي وعايز عربية. واول بخرج من المدينة هسيبها. ده مستحيل يا دانيال. سيب البنت تمشي واوعدك ان انت مش هتتأذي. مش عايز اموت. انت مش هتموت. احنا بس هنتكلم. مفيش حاجة هتحصل لك. انا وعدتك. تمام انا واثق فيك. كدبت عليا يا كونر. انت كدبت عليا.
android sent by CyberLife? Look what you did! You have to accept the world as it is, or fight. My name is Kara. My name is Marcus. My name is Connor. This is our story. For the players.